بدورها دشنت جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية مشروع رسل السلام بالتزامن مع افتتاح مقرها الرئيس أو رسل السلام بالتزامن مع مقرها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد المفوض العام للكشافة القائد مشعل الداعري أن المشروع يهدف إلى تأهيل وتجهيز قرابة 1400 من منتسبي الكشافة والمرشدات. وأكد أن الجمعية تسعى لافتتاح مقرات لها في بقية المحافظات وإنشاء فرق كشفية مدرسية في المحافظات كافة. وأشاد بالجهود التطوعية التي تبذلها القيادات الكشفية مؤكدا على دعم وزارة الشباب والرياضة لجمعية الكشافة والمرشدات في عدن. تم الإعداد والترتيب لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في أربع محافظات هي العاصمة عدن وتعز ولحج والمهرة كخطوة أولى المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية إن شاء الله سيتم استهداف بقية المحافظات. نطمح من خلال هذا المشروع إلى استهداف 1226 قائد كشفي، كذلك نطمح إلى استهداف ما يقارب 120 من أنصار الكشافة أو الداعمين غير الكشافة.